بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الإسراء جاءتا بعد قوله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الآية. يقول تعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. لما همت قريش بالقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، وأمره الله جل وعلا بالخروج من مكة، فلم ينتظرهم صلى الله عليه وسلم حتى يدبروا ما يريدون، بل دبروا ما يريدون فما أفلحوا. قد ترصد له 10 من شبان قريش، كل واحد معه سيف قوي فتاك، يريدون إذا خرج إلى الصلاة ليلا بادروه وضربوه ضربة رجل واحد حتى يتورق دمه في قبائل قريش. قريش عوائل كثيرة، أخذوا من كل عائلة واحدا وترصدوا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقتله واحد منهم، فتسلط عليه بنو هاشم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذونه بقتل محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الخطة تشاوروا عليها فيما بينهم، وحضرهم إبليس اللعين: ماذا يصنعون بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قال قائل منهم: ينفوه، أخرجوه من مكة. قال إبليس: ما هذا برأي الرجل؟ إذا خرج من مكة وجد من ينصره،
فيجيئكم غدا بسلاحهم وقتالهم لكم. ما هذا برأي؟ قال الآخر: بل نضعه في غرفة محكمة ونلطس عليه الأبواب فلا يتحرك ولا يستطيع ولا نقتله، ويدخل عليه الطعام من كوة يأكل ويشرب حتى يموت. قال إبليس: ما هذا برأي؟ لأنكم إن فعلتم ذلك جاءه بنو هاشم ليلا أو نهارا أو سرا أو جهارا فأخرجوه. قال الثالث أبو جهل لعنه الله: الرأي عندي أن يجتمع عشرة من شبان قريش، كل واحد من قبيلة من القبائل، من عبد شمس، من بني نوفل، من كذا من كذا قبائل قريش، ونعطي كل واحد منهم سيفا، فإذا خرج ابتدروه بالقتل، فلا يقال إن بني عبد شمس قتلوه وإن نوفل قتلوه أو أن كذا وأن كذا قتلوه، ما يجدون أحد. عشرة، ولا قبل لبني هاشم بمعادات هؤلاء كلهم أو قتالهم، فيرضون بالدية، ولو شاءوا الدية الآن لأعطيناهم عشر ديات، لكنهم ما يرضون بالدية. فصوت معه إبليس لعنه الله، قال: الرأي ما يقول هذا الفتى، لا تتجاوزوا. واختاره عليهما لعنة الله، إبليس وأبا جهل، اختاره ليكون رئيس المجموعة هذه العصابة، فيجلس بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يرونه في فراشه إذا قام من النوم وخرج ابتدروا وقتلوا قتلة رجل واحد. فتواطأوا على هذا وهموا به، فأمره الله جل وعلا بالهجرة إلى المدينة. أمره الله جل وعلا بالهجرة إلى المدينة، وخرج صلى الله عليه وسلم بعد أن قال لعلي رضي الله عنه: الفدائي الصحيح الذي أقلق بنفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنام علي في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته من الخلف، ومر عليهم وهم انتظاره، ما لهم شغل إلا ينتظرونه، فذر على رؤوسهم التراب وهو يتلو جل وعلا قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وهم ينتظرونه، ينظرون بعيونهم، لكن أعمى الله بصائرهم وأبصارهم. الله أكبر، إذا أراد الله شيئا فلا مرد له. ومشى عليه الصلاة والسلام وخرج، وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه، وخرج هو إياه لغار ثور. فلما استيقظ علي رضي الله عنه روى أنه علي ليس محمد، أول كان ينوره محمد عليه الصلاة والسلام، علي ما حاجة لا حاجة لهم بقتله. فقالوا: أين صاحبك؟ قال: لا أدري. فجاءوا إلى بيتي وابنته فقالوا: أين محمد؟ قالت: لا أدري. فإذا هو ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه، وخرج هو إياه سرا إلى الغار،
وباتوا هناك رضي الله عليهم عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أبي بكر. وجاءت قريش تصل إلى حد الغار تمتع الخطى خطوة خطوة، فوقفوا على الغار والرسول صلى الله عليه وسلم داخل الغار يراهم هو أبو بكر، فقال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا، لو نزل رأسه قليل نظر إلى الأرض لرأى الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطمئن أبا بكر: لا تحزن يا أبا بكر، ما ظنك باثنين، الله ثالث، والله معنا. ويقال إن العنكبوت جاءت وبنت عشها في مدخل الغار، والله أعلم بصحة ذلك، لكن الله جل وعلا قادر بالعنكبوت أو بغيرها يعمي أبصارهم كما أعماها حين خروجه من داره عليه الصلاة والسلام. وجلس بالغار ثلاثة أيام حتى أحاطوا بطرق مكة كلها ولم يجدوا فيها أحدا، لأنهم علموا أنه سيخرج، لم يجدوا فيها أحدا ورجعوا خابوا خاسرين، الحمد لله رب العالمين. وهذا المخرج الصدق، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مخرج صدق، لم يضارب ولم يقاتل ولم يصوب بقدمه أو برجله أو بيده عليه الصلاة والسلام، بل خرج إلى الغار ومكث في الغار ثلاثة أيام، وذهب بعد ثلاثة الأيام إلى المدينة من غير الطريق المسلوك. الله جل وعلا يدافع عنه. فلما ذهب وتوجه إلى المدينة جاء رجل فرآه هو أبو بكر، اثنين ما يدري منهم، فذهب إلى سراقة بن مالك قال: أرى بياضا مر من عندي ما أدري منهم، لعله يكون محمدا وصاحبه. قال سراقة: لا لا، هذا ولا فلان وفلان رايحين لبلهم، ما هم محمد ولا شيء، وهو يضمر في نفسه أنه يلحقه، لكن بيعمي عنه العيون بالجائزة له 100,000 100 بعير، هذا فلان وفلان خرجوا من عندنا قبل قليل، ما هو محمد ولا صاحبه. فأشار سراقة بن مالك إلى خادمته مولاته وقال: اخرجي بالفرس والرمح وراء الأكم عليك، وأنا أقوم من ربعي كأني أريد البول، كأنه يريد أن يبول. وذهب وأخذ الفرس وركب الفرس وأخذ الرمح وأسرع، وكان أبو بكر رضي الله عنه يلتفت خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم كثير الالتفات، فقال: يا رسول الله هذا سراقة بن مالك يلحقنا. قال: لا تخف، الله أكبر. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت قوائم فرسه في الأرض، أرض صلبة صافية صلبة ما فيها رمل ولا تراب ولا شيء، فساخت القوائم الفرس في الأرض، فعجز عنها يخرجها. وقال: يا جماعة ادعوا لي إن الله يخلصني من هذا وأرجع ولا أتعرض لكم بسوء. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير، فخرجت قوائم الفرس وركبها، فتوجه رجع إلى مكانه. ثم إنه في أثناء الرجوع تحسف وقال: كيف أدرك 100 بعير؟ ما هي من السهولة بمكان،
واتركهم لا بروح لهم مره ثانيه. الله اكبر. فعاد اليهم مسرعا فلما قرب منهم دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت قوائم فرسه في الارض مثل الاولى لحكمه يريدها الله جل وعلا، والا فالله قادر على كل شيء، قادر على ان يهلكه في مكانه. فنزل من فرسه وجاء اليهم وقال علمت ان الذي يدافع عنكم لا طاقه لي به وانا سارجع واعم الناس عنكم. فاثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وقال كيف بك غدا عليك سوارا كسرى ملك الفرس. سراقت من مالك راعي ابل وغنم وكذا، ما عنده سوار ذهب ولا كسرى ولا قيصر. معجزة منه صلى الله عليه وسلم، يعلم أن سراقة بن مالك يسلم ويخرج للجهاد في سبيل الله ويقاتل في سبيل الله ويغنم أصحابه سوارا كسرى فيلبسها القائد إلى سراقة بن مالك. فرجع سراقة بن مالك إلى قومه وقال لا ما هذا محمد ولا أحد منه، ورجع وسكت عنهم بقية اليوم. فإذا به بعد فترة يأتي مسلما سراقة بن مالك ويرحب به النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج الجهاد في سبيل الله. وفي زمن عمر فتح فارس أتى كان مع القائد يقاتل في سبيل الله فغنموا سوارا كسرى. فناداه القائد وقال تعال وألبسه سوارا قصرا كسرى ملك الفرس مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. فقد مر بنا قريبا قبل أيام حينما ذهبت ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق تبوك، ذهبت فأخذ يبحث عنها والصحابة كلهم يبحثون عنها ولم يجدوها. فقال أحد المنافقين شو صاحبكم هذا يزعم أنه يخبرنا عما في السماء ويأتي الخبر من الله جل وعلا وهذه ناقته ضاعت ما وجدها وين ما وجد، فلما يعلم جبريل وغيره. فنزل الوحي من السماء فجاء صلى الله عليه وسلم وقال تعال أيها المنافق تعال قلت كذا وكذا. قال لا ما قلت، قال لا قلته، قاله الله جل وعلا وأنا والله لا أعلم من الغيب إلا ما طلعني الله عليه، ما أدري وين الناقة، لو تكون خلفي بعشرة أمتار ما أدري وينها. فلا يطلعن الله عليه علمكم به، ولما يطلعن عليه ما أعلم. اذهبوا إليها رأوها في روضة كذا حبستها شجرة برسنها، في الرسن القيادة تولوا نسب الشجرة وحبستها الشجرة وقوتها. فعليه الصلاة والسلام لا يطلع على شيء من الغيب إلا بإطلاع الله جل وعلا له. قل لا أعلم الغيب وما فولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه صلى الله عليه وسلم. وأمره الله جل وعلا أن يقول ما في هذه الآية
وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قل ربي أدخلني مدخل صدق المدينة، إذا توجهت للمدينة أدخل دخولا شريفا كريما، وأخرج من مكة خروجا كريما لا أوذي ولا آذي أحد عليه الصلاة والسلام. واجعل لي من لدنك سلطانا قوة وملك وشجاعة، سلطانا نصيرا ينصرني، لأني لا استطاعة لي على تدبير أمور الخلق وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإلزامهم بطاعتك إلا بسلطان وقوة وإمارة. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فخرج من مكة عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعزة وكرامة، ولم يتعرض له أحد بسوء، ودخل المدينة بمثلها عليه الصلاة والسلام. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا قوة وملك وأمر ونهي. فهو لا يريد الملك عليه الصلاة والسلام، لكن يريد السلطان، أن يكون أمره مطاع، وأن يكون معه أصحابه يعاونونه ويأمرون بأمره. هذا القول هو الصحيح، هو الذي اختاره ابن كثير ابن جرير رحمه الله، وعبر عنه ابن كثير رحمهم الله تعالى. وإلا فقد قيل في المسألة 11 قولا ذكرها في سير في زاد المسير في زاد المسير ذكر 11 قولا في هذه المسألة، لكن أظهرها وأوضحها وأولاها بالصواب هو هذا القول، لأن هذا قبيل الهجرة ونزلت عليه صلى الله عليه وسلم هذه الآيات. والسلطان قيل القوة، وقيل الدليل والبرهان والحجة، والصحيح الأول أنه القوة الذي تنصره ينصره الله بها. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل لهم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق بفتح مكة، فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، كان خارج من مكة مختفيا، وجاء الحق وجاء فاتحا لمكة عليه الصلاة والسلام، كان في مكة لا يعبأ به عليه الصلاة والسلام، ولا قيمة له عند أهلها، حتى عند حجاب البيت. حجاب البيت لما جاء يدخل الكعبة لما فتحت رده الحاجب وقال ارجع لسا أهلا لذلك. الصلاة والسلام. فأوحى الله إليه يقول لهذا الرجل كأني بك والمفتاح بيدي، أخذه منك وأعطيه من شئت. قال أنت أخذ المفتاح من يدي. وقل جاء الحق وزهق الباطل
إن الباطل كان زهوقا. فجاء صلى الله عليه وسلم وأخذ المفتاح من الحاجب وفتح الكعبة ودخل وصلى بها عليه الصلاة والسلام، وأشار إلى الأصنام، كان فيها 360 صنما كلها تعبد مع الله ومن دون الله، 360 كل واحد يعبد يوم، 360 عدد أيام السنة، وبعض الأصنام يعبد في يومين، اليوم باسل، نسأل الله السلامة والعافية. فكان عليه الصلاة والسلام يشير إليها بعصا معه صغير قصير، وتتساقط على الأرض على وجوهها وهي ملحمة وملصقة بالرصاص بالكعبة، لكن بقدرة الله جل وعلا تساقط هذه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بجمعها وإخراجها من الكعبة عليه الصلاة والسلام. هذا معنى قوله جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل، الباطل لا يستمر، وكأن الباطل كان زهوقا. قد يقول قائل: نرى الباطل يعلو ويتكاثر وينتصر، كيف يقول الله جل وعلا إن الباطل كان زهوقا؟ يقال: هذا مآله كما قال الله جل وعلا، مآله إلى البطلان، ولا يستمر الباطل أبدا، لا بد أن يضمحل وإن على شأنه وصار له قيمة عند الناس. إن الباطل كان زهوقا. اقرأ. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة، فأنزل الله: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقال الحسن البصري: فهو عليه الصلاة والسلام يأخذ بالأسباب ولا يتساهل فيها اتكالا على أمر الله، لا، بل يأخذ بالأسباب ويختفي ويبتعد، بخلاف عمر مثلا رضي الله عنه، يقال أنه لما أراد أن يخرج للهجرة قال: أنا عمر بن الخطاب، من أراد أن تثكله أمه أو ترمل زوجته أو يؤتم ولده فليلقني وراء هذا الوادي فإني مهاجر إلى المدينة، رضي الله عنه. فما حتى استطاع أن يخرج وراءه عمر رضي الله عنه، ما سلك طريقا إلا سلك الشيطان فجا غير فج عمر. فلا يقال إن عمر أشجع من النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه عليه الصلاة والسلام يعلم أمته. ولو أنك معتمد على الله جل وعلا، خذ بالأسباب لتقيك بإذنه تعالى، ولا تستهتر بالناس، وخف ممن يخاف منه، وادرى من يدرى عنه، وهكذا. فلا يقال إن عمر كيف ينادي لما أراد أن يهاجر والرسول يذهب يختفي بالغار 3 أيام، لحكمة يريدها الله جل وعلا. ولما سلط سراقة بن مالك ستره وحفظه منه جل وعلا. وقال الحسن البصري: إن كفار أهل مكة لما ائتمروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه أو يطردوه أو يوثقوه، فأراد الله قتال أهل مكة، أمره أن يخرج إلى المدينة، فهو الذي قال الله عز وجل: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق الآية. وقال قتادة: أدخلني مدخل صدق يعني المدينة، وأخرجني مخرج صدق يعني مكة.
وكذا قال عبد الرحمن بن زيد، وهذا القول هو أشهر الأقوال، وهو اختيار ابن جرير. وقوله واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، قال الحسن البصري وعده ربه لينزعن ملك فارس وعز فارس وليجعلنه له، وملك الروم وعز الروم وليجعلنه له. وقال قتادة إن نبي الله صلى الله عليه وسلم علم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان، فسأل سلطانا نصيرا لكتاب الله ولحدود الله ولفرائض الله ولإقامة دين الله، فإن السلطان رحمة من الله جعله بين أظهر عباده، ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض فأكل شديدهم ضعيفهم. قال مجاهد ولهذا كان الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما أراد أن يقوم بدعوته إلى الله لإخراج الناس من ظلمات الجهل والشرك والبدعة إلى نور العلم والإيمان ما قام بها وحده، ذهب ليبحث من يساعده من السلاطين، فقام معه أمير العيينة أولا ثم ارتد والعياذ بالله، خاف ممن هو فوقه ورجع، وأما ذهب إلى ابن سعود رحمه الله محمد بن مسعود رحمه الله واتفق وإياه على إقامة شرع الله، فكان محمد بن سعود معه السيف والإمام محمد بن عبد الوهاب معه الدعوة والكتاب والسنة رضي الله عن الجميع ورحمهم، فأسسوا الدعوة إلى الله جل وعلا، وهي المسمات بالدعوة الوهابية، وهي ليست وهابية بل هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحيوها بعدما أماتها الناس بجهلهم وضلالهم. قال مجاهد سلطانا نصيرا حجة بينة. واختار ابن جرير الأول لأنه لا بد مع الحق من قهر لمن عاداه وناوأه. هذا الأخير يقول حجة، أجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا حجة بينة، والصحيح أن المراد بالسلطان القوة والولاية والحكم، أما الحجة فالرسول صلى الله عليه وسلم قوي الحجة، لكن لا يستطيع أن يقوم بهذا إلا بسلطان، وإن الله لا يدع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني قال مجاهد السلطان يخوف، وهو إذا صار على الحق ألزم الناس بالطاعة ومنعهم من المعصية، وإذا كان على الباطل ألزمهم بالباطل ونهاهم عن الحق والعياذ بالله. قال مجاهد سلطانا نصيرا حجة بينة. واختار ابن جرير الأول لأنه لا بد مع الحق من قهر لمن عاداه وناوأه. ولهذا يقول تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات إلى قوله وأنزلنا الحديد الآية. وفي الحديث إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أي ليمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام ما لا يمتنع كثير من الناس بالقرآن وما فيه من الوعيد الأكيد والتهديد الشديد، وهذا هو الواقع. وقوله وقل جاء الحق، القرآن يمنع من الزنا ومن السرقة
من شرب الخمر من المحرمات كلها يمنع منها. فتجد كثيرا من الناس لو حصل له ذلك لفعله، لكنه يمتنع خوفا من السلطان، خوفا من السلطان. وهذا معنى قوله إن الله لا يزع يمنع بالسلطان ما لا يمنع بالقرآن. وقوله وقل جاء الحق وزهق الباطل تهديد ووعيد لكفار قريش، فإنهم قد جاءهم من الله الحق الذي لا مرية فيه ولا قبل لهم به، وهو ما بعثه الله به من القرآن والإيمان والعلم النافع. وزهق باطلهم أي اضمحل وهلك، فإن الباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. كما قال أبو جهل لعنه الله، قال نعلم أن ما جاء به محمد حق لا شك في ذلك ولا نشك، لكن تناظرنا نحن وبنو هاشم فقالوا نكرم الضيف فأكرمنا الضيف مثلهم، وقالوا نفك العاني ففككنا العاني مثلهم، فقالوا منا نبي يأتي الوحي من السماء متى ندرك هذا؟ والله لا نؤمن به، والله لا نؤمن به، والله لا نؤمن به، أعوذ بالله. فكان هو أول قتيل في معركة بدر لعنه الله، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم عن هذا إلا لما قتل. يقول اللهم أيد الإسلام بأحب العمرين إليك، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام أبو جهل، فكان دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولما مات قتل وأحضروا رأسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا فرعون وهذه الأمة، ما قاله إلا بعدما رأى رأسه عليه الصلاة والسلام، ولا قبل لا يدري عنه، يمكن يهتدي من سحرة فرعون الذين قالوا بعزة فرعون إننا نحن الغالبون. فلما رأوا الآيات البينة العظيمة على صدق موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. عن عبد الله بن مسعود قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 600 فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فكانت تتساقط هذه الأصنام وهي ملحمة بالجدار الكعبة بالرصاص، لكن بقدرة الله جل وعلا تساقطت. وقال الحافظ أبو يعلى عن جابر رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 360 تعبد من دون الله، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكبت على وجوهها وقال جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيلهمون ذلك فيقولون لو شفعنا إلى ربنا فأراحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لهم آدم لست هناكم، ويذكر ذنبه الذي أصاب،
فيستحي ربه عز وجل من ذلك ويقول: ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئه سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي ربه من ذلك، ويقول: ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن فيأتوه فيقول: لست هناكم، ولكن ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة فيأتون موسى فيقول: لست هناكم، ويذكر لهم النفس التي قتل بغير نفس فيستحيي ربه من ذلك، ويقول: ولكن ائتوا عيسى عبد الله وكلمته وروحه فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني قال الحسن هذا الحرف فأقوم فأمشي بين سماطين من المؤمنين قال أنس حتى أستأذن على ربي فإذا رأيت ربي وقعت له أو خررت ساجدا لربي فيدعني ما شاء ما يشاء الله أن يدعني قال ثم يقال ارفع محمد قل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني ثم اشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه الثانية فإذا رأيت ربي وقعت له أو خررت ساجدا لربي فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال ارفع محمد قل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة قال ثم أعود الثالثة فإذا رأيت ربي وقعت أو خررت ساجدا لربي فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول ارفع محمد قل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود الثالثة فإذا رأيت ربي وقعت أو خررت ساجدا لربي فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول ارفع محمد قل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود الرابعة فقال يا ربي ما بقي إلا من حبسه القرآن فحدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. الثاني حديث كعب بن مالك رضي الله عنه عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل ويكسوني ربي عز وجل حلة خضراء ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول فذلك المقام المحمود. الثالث حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة
وأنا أول من يؤذن له أن يرفع رأسه، فأنظر إلى ما بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم، ومن خلفي مثل ذلك، وعن يميني مثل ذلك، وعن شمالي مثل ذلك. فقال رجل: يا رسول الله، كيف تعرف أمتك من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك؟ قال: هم غر محجلون من أثر الوضوء، ليس أحد كذلك غيرهم، وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وأعرفهم تسعى من بين أيديهم ذريتهم. الرابع: حديث أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها نهشة، ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه مما قد بلغكم؟ ألا تنظرون ممن يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم عليه السلام، فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك الروح ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله قط، وإنه قد كان لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. فذكر كذباته، نفسي، فذكر كذباته: نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون عليه الصلاة والسلام كلها بذات الله. قالوا: لمن فعل هذا يا إبراهيم الذي كسر الآلهة؟ قال: فعله كبيرهم، اعتبرها كذبة. وهذه رضي الله عليه الصلاة والسلام. ولما أخذ النمرود سارة قال: من هذه؟ قال: هذه أختي، لأنه لا علم أنها زوجته لقتله، لأنه يعرف أن المرأة لا يتم عليها رجلان وهو يريدها لنفسه، فقتل وأراد قتله، فقال: إنها أختي. وقال: إن سألك عني فقولي أخي، لأنه لا يوجد إلا أنا وأنت على الإسلام، فأنت أختي في الإسلام. فهذه اعتبرها كذبة عليه الصلاة والسلام. فيأتون موسى عليه السلام فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، اصطفاك الله برسالاته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله،
وإني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. هذه النفس الذي ذكرها عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة على غفلة من الناس وجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فوكزه فاستغاثه الذي من شيعته من بني إسرائيل على عدوه الذي هو القبطي، فوكزه موسى ضربه مع كليته عليه الصلاة والسلام فمات في الحال، وكزه موسى وضربه فمات، فقال إني قتلت هذا النفس غير حق، إنما فزعة للإسرائيلي، فلا أستطيع أن أخاطب ربي وأنا قتلت نفسا بغير حق، مع أن الله غفر له ذلك، قال رب اغفر لي وغفر له ذلك. نعم. فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد صبيا، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. عيسى عليه الصلاة والسلام ما ذكر ذنبا يعذره فيه، لكنه استحيا من ربه جل وعلا ولم يقدر على المخاطبة. اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو مكة كما وهجر الأحسن، ما بين مكة وهجر، هذا سعة المصراع الواحد من مصاريع الجنة بإذنه تعالى، أو كما بين مكة وبصرى. وفي صحيح مسلم رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، وأول شافع وأول مشفع. وعن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال هو المقام الذي أشفع لأمتي فيه. وفي الحديث إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم حتى لا يكون لبشر من الناس مد الأديم، يعني مد الجلد، تكون بمثابة الجلد المفروش في الأرض، أنها لا فيها لا ارتفاع ولا انخفاض، لا عوج فيها ولا أمتا. نعم. حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يدعى وجبريل عن يمين الرحمن تبارك وتعالى، والله ما رآه قبلها. فأقول رأى جبريل على قربه من ربه تبارك وتعالى ربه قبل هذا اليوم. فأقول أي ربي إن هذا أخبرني أنك أرسلته إلي. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.